حلبة جديدة للصراع فتحت يوم الخميس الماضي بين مالك منصة ميتا مارك زوكربيرغ ومالك منصة تويتر إيلون ماسك. أما الحلبة فهي التطبيق الجديد لميتا، تطبيق ثريدز، الاسم الذي أطلقته شركة ميتا على المنصة الجديدة، وهي المنصة المنافسة لتويتر. عشرات ملايين الحسابات على التطبيق الجديد الذي تم ربطه بتطبيق انستغرام، لكن سريعا تحرك ماسك وأشهر سيف التهديد بمقاضاة زوكربيرغ بعد تدشينه من منصة وتطبيق ثريدز. أغلبنا حمل هذا التطبيق خلال اليومين الماضيين، إما لمعرفة تفاصيله أو بمجرد الفضول. وجدنا أن التطبيق يشبه إلى حد كبير منصة تويتر، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها وأيضا الرد عليها. على الرغم من ذلك، واجه التطبيق العديد من الأسئلة والمشاكل، مثل أن حذفه يلغي حساب الإنستغرام، فيما رأى آخرون أنه مجرد تطبيق عابر مثل كلوب هاوس. على الجانب الآخر، أعلن تويتر خلال الساعات الماضية أنه أتاح ميزة المكالمات الصوتية في إطار عمليات التحديث والتحسين على هذا التطبيق. عبر سكايب ينضم إلينا خبير ومدون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يزن صوالح للحديث أكثر عن هذه الحرب المعلنة بين ثريدز وتويتر. مساء الخير يزن، يعني في البداية انطباعاتك الأولية عن تطبيق ثريدز التي أطلقته شركة ميتا. يعني بالتأكيد هالتطبيق اللي أحد رواج كتير كبير مؤخرا، وبأرقام أكيد رح نحكي أكثر قديش رح يكون فيه فعليا، قريباً رح يوصل ل 100 مليون مستخدم. هذا التطبيق ما بنقدر نعرف هلأ إذا رح يكون فعلاً رح يكون فيه له استمرارية أو ما في استمرارية، لكن واضح إنه وجود مستخدمين بعدد مخيف على إنستغرام أفاد هاي المنصة وقدر إنه يخلق هالمنافسة بينه وبين تويتر. فمجملاً تويتر يعني لسه بده تعديلات، بده المزيد من الخصائص لحتى يقدر ينافس تويتر بالنسخة الحالية، لكن مجملاً بما أنه الناس متحمسة عليه وبلشت فعلياً تتفاعل مع هذا الموقع وصار عندهم عدد متابعين جداً كبير، فبالتأكيد في هيك بصيص أمل خلينا نحكي نعم. أنه راح يكمل نجاح هذا التطبيق. يزن، يعني إحنا عم نحكي بما أنك حكيت الأرقام، نحن نتحدث عن ساعتين فقط استطاع من خلالهما ثريدز الوصول إلى أول مليون مشترك. طبعاً مدة أطول احتاجتها تطبيقات أخرى للوصول إلى هذا الرقم. ما السر وراء ذلك؟ هلا اليوم بدي خليني احكي شوي بالارقام بعدين احكي لك شو السر بهذا الموضوع بالذات. احنا بنحكي اليوم عن قريبا، احنا هلا حاليا ثريدز وصل ل 90 مليون مستخدم، يعني بايام قليله راح يصير 100 مليون مستخدم. بس يوصل 100 مليون مستخدم بكون هو اول تطبيق وصل ل 100 مليون مستخدم بفتره في اقل من شهر. لكن بالمقابل اذا تطلع شات جي بي تي يمكن وصل ل 100 مليون مستخدم، هدول 100 مليون قدر يوصلهم فعليا في شهرين. فبكون في هنا فعليا تطبيق ثريدز هو اول تطبيق بوصل ل 100 مليون في اقل فتره ممكنه. السبب الرئيسي لهذا الموضوع بالتاكيد هو السبب الاساسي هو اكيد تطبيق انستغرام، لانه انت يتم نقل حسابك او انت بتنشئ حساب على ثريدز لانه عندك حساب على انستغرام، فهو نقل مستخدمين انستغرام لهذا التطبيق. نعم. بالتاكيد بموافقة المستخدم أو المستخدم بفوت بيستخدم يعني بده يعمل إنشاء حساب جديد، فبالتالي بالتأكيد راح يكون عنده حساب إنستغرام. أما السبب الثاني وهو الأكبر هو التشابه الكبير بينه وبين منصة تويتر. ففي الحالتين أنت بإمكانك نشر سرد قصصي معين عن طريق النص ودعمه بفيديوهات فعليا معينة. هذا الشيء بالتأكيد ساعد على إنه إحنا نشوف خبرة أخرى موجودة غير تويتر وتطبيق منافس له. وخاصة كمان مؤخرا تويتر أطلقت بعض القواعد والقوانين الجديدة اللي فعليا خلت المستخدمين عندهم شعور بعدم قبولهم لهاي المنصة. نعم. ومنها طبعا أكيد عدم رضا، وبالتالي أنت في عندك اليوم عدد محدد من التغريدات اللي بإمكانك أنت تشوفها على تويتر. نعم. لكن اليوم فيسبوك لما أطلقت هذا التطبيق هي استغلت هاي الثغرات اللي عم بتصير مؤخرا في موقع تويتر، فبالتالي أخذ نسبة معينة من المستخدمين على هاي المنصة ونقلها إلى ثريدز. نعم. طب يزن كمدون، يعني الكثير من الأشخاص اتهموا مارك زوكربيرغ بأنه يعني
سرق نوعا ما فكرة الثريدز التي كانت موجودة أصلا على تويتر. هل تعتقد بأنه فعلا سيتم مقاضاة مارك على هذه الخطوة؟ شوف، أنا بالأمور القانونية فعليا مش كثير بقدر أحكي فيها، لكن بدي أحكي لك من واقع خبرة. اليوم مش أول مرة مارك بيقدر يقلد تطبيق. فعليا كل اللي عم بيقلده هو عم بياخده وعم بحطه خاصية ضمن تطبيق رئيسي وهو إنستغرام. نعم. يعني الستوريز كانت هي من سناب شات، إذا نحكي عن الريلز الموجودة على إنستغرام هي من تطبيق تيك توك، والآن لدينا الثريدز اللي أخذها وعملها في تطبيق مختلف، لكن فعليا هي موجودة، كانت عبارة عن ملاحظات أو نوتس أنت بتشوفها، لكن هلأ أصبحت لها تطبيق كامل لحتى أنك تميز ابتكارك وابتكار أفكارك بالنصوص حطها بثريدز. هذه كلياتها تحت تطبيق واحد، لكن قانونيا أنا فعليا ما بعرف، لكن بقول لك إياه، لو كان في حدا بإيده ياخذ إشي من مارك أخذه قبل. طيب. هناك الكثير من المعلومات انتشرت على الانترنت وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي بأن حذف حسابك على ثريد سيؤدي إلى حذف حسابك على منصة إنستغرام، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ هلأ تطبيق ثريدز ما زال تحت التطوير، ففي كثير خصائص لسه مش موجودة وممكن إنها تكون متاحة لقدام. موضوع حذف الحساب، حذفه تماما، أوكي، هذا الإشي بالتأكيد مربوط بإنستغرام، والعديد من الإعدادات اللي موجودة على تطبيق ثريدز هي فعليا مربوطة بالإنستغرام أو حساب الإنستغرام الرئيسي، ومنها حذف الحساب. لكن بإمكانك فعليا تعمل ديأكتيفيت أو تخلي حسابك غير نشط. حسابك غير نشط ممكن ترجع له بأي وقت، لكن بيتم فعليا يعني عدم أو بشيله عدم ظهور، خلينا نحكي التثريدات إذا نسميها هيك، أو المحتوى تبعك ببطل موجود، ولا صورتك ولا الملف الشخصي ببلش أو بيكون موجود بالديأكتيفيت. فبالتالي بإمكانك تعمل ديأكتيفيت، لكن ديليت بالتأكيد أو الحدث راح يكون تماما على إنستغرام وثريد مع بعض. طيب ما هي الميزات الجديدة التي سيتم طرحها عبر تطبيق ثريدز؟ هلا من الأشياء اللي تم ذكرها في بعض المواقع خلينا نحكي ولم يتم التصريح بها أيضا من قبل إنستغرام، لكن يقال أنه راح يكون في ميزة تعديل مضطر أسميها تويتي، متعودين على تويتر. نعم. فتعديل التويتي أو تعديل التجريدي أو تعديل المحتوى أو الثريد راح يتم طرح هاي الخاصية حتى أنك تقدر تعدل. راح يكون في أيضا خصائص أخرى مشابهة جدا لموضوع تويتر، وهي إحنا نحكي على موضوع الترند، دائما نفوت على تويتر وبنشوف شو في شاشة الترند وإيش أكثر ناس فعليا، وراح يتم تفعيل أيضا الهاشتاج الكل سأل عنه إنه ليش ما في هاشتاج لهلا على الترند، راح يتم تفعيل أيضا موضوع الهاشتاج، ما بنعرف إذا راح يكون بطريقة أو بخوارزمية أخرى، لكن راح يكون في هاشتاج زيه زي تويتر، وخاصية أكيد أو الشاشة اللي بيطلع فيها إيش أكثر إشي ترند، وهذا إشي رح يدعم إنستغرام بطريقة كبيرة، لأنه اليوم على إنستغرام بتنزل منشور تحط هاشتاج معين، ما بتقدر تعرف بطريقة مباشرة شو أكثر الهاشتاجات. نعم. ترند أو تفاعلا على هاي المنصة. طيب في بداية المقابلة ذكرت شيء مهم يزن، هو الاستمرارية في التطبيق والتفاعل معه، هل تتوقع أن يتم أو أن يكون هناك استمرارية في التعامل مع ثريدز كتطبيق منافس لتويتر، أم أنه سيختفي مثل تطبيقات أو منصات كثيرة اختفت في وقت سابق؟ هلا للأسف تجارب فيسبوك مؤخرا كان في عندهم بعض النجاحات وكان في عندهم فشل، والفشل احنا نحكي عن انستغرام تي في اللي كان برضه تطبيق موجود أو أطلقوه لحتى يضربوا فيه فعليا على يوتيوب، لكن بالمقابل ما نجح هذا التطبيق وتم إلغاؤه شوي شوي فعليا على هاي المنصة. الاستمرارية تعتمد علينا إحنا كمستخدمين وليس على المنصة فقط، المنصة لازم توفر لنا خصائص معينة لحتى نقدر نستخدم هاي المنصة وتكون فعليا المنصة اللي بتوصل أصوات العديد من الناس لا فعليا للمتابعين. نعم. لكن اليوم اذا نحكي المنصه ما عملت تطوير والمستخدمين بلشوا يملوا من هاي المنصه، فانا باكد لك انه راح يكون فعليا مصيرها مصير التطبيقات الاخرى اللي حاولت فيسبوك انها تطلقها وما نجحت فيها. وبالمقابل ايلون ماسك برضه ما راح يكون قاعد، اكيد احنا بنتوقع من ايلون ماسك نفسه ايضا على تويتر يكون في خلينا نحكي صيغه مشابهه جدا لفيسبوك قريبا، كيف ليش ما بنعرف، لكن هذا متوقع لانه الحرب بدات، بما انه بدات الحرب نتوقع تطوير على التطبيقين، وهي هي الميزه الوحيده اللي بنشوفها بين هالمنافسه كامله احنا المستفيدين. نعم. منها كمستخدمين، وان شاء الله بنشوف تطبيقات جدا
سلسة في التعامل وفعليا أقرب للمستخدمين. نعم. الخبير والمدون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يزن صوالحة، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.